السلام عليكم أصدقائي، إن شاء الله يا رب كلكم زينين. هاليوم راح نسوي أكلة عراقية مشهورة وهي القيمة، هذه اللي دي تشوفوها أمامكم، قيمة ورز، أكلة كلش مشهورة بالعراق. تعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. أكلتنا لهذا اليوم القيمة، أحتاج لحم. هنا عندي هذا اللحم، تريدين لحم خروف أو لحم عجل، أنت يعني الموجود عندك. وبصل، 2 حجم بصل كبار. عندي الحمص المجروش، وأحتاج لها كبداية قليل من الكاري وقليل من الكركم، هاي كبداية. هسه راح أخلي اللحم كله على النار بالقدر. بعد ما تحمص عندي اللحم وخليت له البصل، راح اضيف له الكاري، قليل من الكاري وقليل من الكركم ايضا. اقوم بايد واحدة مع السيطرة. راح اضيف له الحمص المجروش اللي نقعته، اضيفه اله واخلي له مي واغطيه واتركه الى ان ينضج كل اللحم والحمص اللي عندي. احاول اغطيه بالمي واكثر، يعني اخلي مي اكثر، نضج عندي اللحم والحمص وزادت عندي المرقة، اقدر اصفيها واخذها لانه احتاجها للطبخ. مثل ما تلاحظين عزيزتي، الحمص المجروش واللحم كله استوى وانهرس كله مع بعضه، ما احتاجت اي ماكينة على مود اهرسه لانه كله انهرس مع بعض. هذه العظمة بس راح ارفعها، او حتى اذا ما ارفعها ما يحتاج، لانه ما احتاج اهرسه لانه كله انهرس اللحم بي. هي هاي فائدة الحمص المجروش، لانه هو يستوي وينهرس يعني بدون ماكينة. هسه اللي راح اخذ عندي شويه زيت هنا بهذه القدر الصغير، راح اضيف له عندي هنا كمون، شويه كمون وشويه 7 بهار، وعندي النومي بصره ما راح اخليها هسه. راح اضيف طبعا المعجون على هذه البهارات اللي خليتها بالزيت، اخلطهم شوية هالشكل واضيف لهم يعني قليل من الماي، مو كثير من الماي، بس على مود اسوي صلصة اللي راح اخليها فوق الاكلة هالشكل. طبعا قليل من الملح ايضا اضيف لها، واذا تحبون يعني تكثرون بعد كاري او الكركم بيها فهذا يرجع لكم، وكمية البهارات والكاري والكركم هاي هم كلها ترجع يعني لك. هسه راح اضيف نوم بصرة والمي شوية لا هذه القيمة، أكلتنا العراقية المشهورة اللي كل العراقيين يحبوها. هسه راح أخلي هذه الخلطة فوق اللي فوق البرق اللي عندي هالشكل، وأخلطهم كل هاي المواد مع بعض واتركها على نار هادئة بس اخلط هالمواد كلها. طبعا كل اللحم ذاب، العظم كله يعني طلع من اللحم مثل ما تشوفين.
هسه راح اتركها على نار هادئة الى ان ما احضر الرز. اصدقائي، هي هذه وصفتنا لهذا اليوم بعد ما انتهيت منها، القيمة مع الرز، الاكلة العراقية. ان شاء الله تكون الاكلة نالت اعجاب، وعليكم بالف عافية اصدقائي، وان شاء الله نلتقي بحلقة اخرى، واترككم بامان الله. شكرا جزيلا للمشاهدة.